ده تمرين مهم جه في الترم اللي قبل اللي فات للمادة، وأعتقد إنه مش موجود في الملفات اللي موجودة على الأسطوانة. أول حاجة هو بيقول لي إننا في البلوك رقم واحد بنستخدم حاجة اسمها repetition codes. الفكرة إن هو بيكرر البيتس اللي موجودة عندي في الرسالة بترتيب معين. هو بيقول لي هنا إن أنا عندي الرسالة اللي موجودة عندي بتكون مكونة من 3 بت مسج وبتديني 6 بت كود وورد، يعني معنى كده إن الانبوت بيكون 3 بت والاوتبوت بيكون 6 بت. طيب متوزعه ازاي؟ الفكره كلها ان هو مديني الثلاثه بت ترتيبهم 1 2 3، والاوتبوت بتاعي او الكود وورد هيكون ليه الشكل 1 2 1 3 وبعدين 2 3. على سبيل المثال لو احنا عندنا رساله مكونه من 3 بت اللي هي 1 0 1، يعني معنى كده انه هيكون هنا بدل الواحد ده في 1 وبعدين هنا في 0 وبعدين 1، فالمفروض ان الكود وورد المناظره اللي هي هتطلع 1 0 1 1 0 1. هنفهم دلوقتي ازاي نجيبها. اول حاجه هنا هو بيقول لي what is the n key representation of this code. طبعا ال n اللي هي الاوتبوت او اللي هي الكود وورد، والكي اللي هي الاوريجينال مسج. طبعا احنا عارفين ان احنا كنا بنستخدم 3 بت في الرساله الاصليه وفي 6 بت في الكود وورد او اللي هي الاوتبوت بتاعي، يبقى بالتالي في كل 3 بت موجودين في الرساله المفروض انه هيكون في 6 بت في الاوتبوت كود وورد، معناه ان السيستم دوت ممكن نمثله على شكل 6 و3 representation. الفقرة التانية بيقول لي اعتمادا على الحل اللي حضرتك حليته في الفقرة A احسب لي الـ redundancy والـ code rate. احنا عارفين ان الـ code rate بيساوي الـ key على الـ n. طيب الـ key كانت 3 والـ n كانت 6، يبقى اذا المفروض ان الـ code rate بيساوي 3 على 6. الـ redundancy rate اللي هو مقصود بيه الـ extra data اللي تم إضافتها للرسالة، المفروض إنه بيساوي كمان n ناقص الـ key على الـ n. طيب الـ n كانت بـ6، الـ key كان بـ3، يبقى إذا 6 ناقص 3 هتديني 3 ومقسومة على الـ n اللي هي 6. نيجي بعد كده للفقرة اللي بعدها، بيقول لي construct الـ code word table of this code. code word مقصود بيه انه عايز الاحتمالات المختلفة للرسالة. طيب هو انا عندي كام بت؟ احنا عارفين ان احنا عندنا 3 بت. طيب ال 3 بت دول اقدر اطلع منهم كام احتمال؟ نقدر نطلع منهم 2 و 3 عدد من الاحتمالات، يعني 8 احتمالات مختلفة. يعني مثلا ممكن يكونوا 3 اصفار، ممكن يكونوا 001 او 110، ممكن يكونوا 010 وغير ذلك من الاحتمالات. يبقى اذا لو احنا بنستخدم 3 بت لكل رسالة، فالمفروض انه عدد الاحتمالات او البرميوتيشنز اللي موجوده عندي هيكون 2 اس 3 اللي هي هتديني 8 احتمالات مختلفه. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نرسم جدول فيه الرساله وفيه الكود وورد المناظره ليها، الرساله والكود وورد. هنعملها ازاي؟ طبعا انا ملون هنا الاعمده بترتيب معين. احنا عارفين دلوقتي انه انا عندي 3 بت. طيب الاحتمالات المختلفة لل 3 بت اتفقنا ان هي 8 احتمالات مختلفة. طب حضراتكم تقدروا تقولوا لي ممكن يكونوا 3 اصفار، ممكن يكونوا 3 وحايد، ممكن يكونوا 0 1 0 1 1 0، بس انا هغلط كده. فاحنا بنعمل ايه؟ المفروض دلوقتي ان احنا بنيجي عاملين فوق العمود رقم 1 ونكتب رقم 1، فوق العمود 2 وهنكتب 2، فوق العمود رقم 3 ونكتب 4 اللي هي جاية من الباينري. واحد يعني ايه؟ واحد يعني الخانة دي بتغير او العمود دوت بيغير قيمته كل مرة. يعني معنى كده حضراتكم تلاحظوا معايا، بصوا 0 1 0 1 0 1 0 1، هنا 2 معنى كده انه بيغير حالته كل مرتين، يبقى 0 1 0 1 وهكذا. اللي بعده المفروض انه هو 4 بالباينري، فالمفروض انه هيكون 4 اصفار وبعدين 4 وحايد. طبعا احنا متفقين ان احنا هيكون عندنا كام احتمال مختلف؟ هيكون عندنا 8 اشكال، يبقى هنا الصف الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. يبقى اذا احنا دلوقتي كتبنا الجزء الخاص بالمسج. نجيب الكود وورد ازاي؟ هو بيقول لي ان الكود وورد بيكون مكونه من البتات دي بس بترتيب مختلف. فالمفروض ان احنا ناخد 1 و2، يبقى انا خدت العمود رقم 1 و2 نقلتهم هنا بالظبط، هيطلعوا هنا طبعا 0، ادي 0، 0 كمان، 0 كمان، 0 1 0 1، وبعدين 1 0 1 0 في الاثنين، وبعدين 1 1. طيب اللي بعده هيكون 1 3، يبقى المفروض ان انا هنسخ البيانات اللي موجوده في العمود رقم 1 اللي هي 4 اصفار 4 وحايد،
أربع أصفار أربع وحايد زي ما أنتم شايفين، وبعد كده العمود رقم 3 اللي هو 0101 لغاية النهاية. طيب آخر عمودين هو العمودين رقم 2 و3، العمودين يبقى 01 وهنا 01، 01 هنا كانت 01 هنا، يبقى أنا بنقل العمود رقم 2 والعمود رقم 3 من الرسالة الأصلية اللي هي المسج إلى الكود وورد. الفقرة اللي بعدها جاي بيقول لي احسب لي الهامينج ديستانس للكود ده. طبعا كلمة الهامينج ديستانس المقصود بيها عدد الاختلافات المختلفة ما بين كودين. نحسبها ازاي؟ طبعا ليها اسلوب معين موجود في الكتاب، ان انا باخد الكود وورد النتيجة اللي هي الحاجة دي اللي هما 6 او 8 احتمالات مختلفة، وبنعمل ايه؟ بنعمل جدول وناخد فيه الارقام دي افقيا ونكتبها عموديا. انا ماليش علاقة بالرسالة الاصلية، يعني انا بشتغل على الكود وورد، انا يهمني دول ما يهمنيش الثلاثة بت اللي هما كانوا بتوع الاصل. وبعدين نحسب ايه؟ نروح نجيب الهامينج ديستانس اللي هي عدد الاختلافات ما بين كودين، فاحنا هناخد الرقم ده مع ده، عدد الاختلافات كانوا زيرو، الاخ ده مع اللي هو فوق، عدد الاختلافات هيكونوا 2، هنا هيكون عدد الاختلافات 2 ما بين ده وده. طبعا احنا عارفين انه القطر دايما بيكون كل صفار، وانه البيانات اللي موجودة فوق هي نفسها البيانات اللي موجودة تحت، فاحنا اختصارا بنحسب القطر وبعدين نحسب البيانات اللي تحت القطر وانتهى الموضوع. في حالة الهامينج ديستانس احنا بيهمنا المينيموم هامينج ديستانس بخلاف الصفرة، فنلاقي ان اقل قيمة للهامينج ديستانس هي 2. طيب السؤال الأخير بيقول لي how many bits، كم بت الكود دوت يقدر يعملها ديتكت وكم بت يقدر يعملها كوركت. طبعا عدد البتات اللي يقدر يعملها ديتكت بيساوي n ناقص 1، بحيث ان الn هي الهامينج ديستانس، فالسيستم دوت الهامينج ديستانس الخاصة بيه احنا طلعناها 2، يبقى اذا 2 ناقص 1 تديني 1، يبقى اذا هو يقدر يعمل ديتكتنج يعني يكتشف ايرور واحد فقط. طب يقدر يعمل كوركت الكام؟ ده بيعتمد على حالة الـ N، هل الـ N دي هي odd ولا even؟ لو كانت even فالقانون اللي احنا بنستخدمه N على 2 ناقص 1، طبعا هي الـ N هنا اللي هي الاثنين المفروض انها even، يبقى إذا 2 على 2 تديني 1 ناقص 1 يديني 0، يعني معنى كده إن السيستم دوت اللي ليه الهامينج ديستانس بتساوي 2 هيقدر يعمل detecting الـ error 1 فقط، لكن ما يقدرش يصلح حاجة لأنه بيعمل correct لـ 0 error. شكراً.